السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. دي استخارتك شهر مارس يا برج الحوت. هدي بقى اعصابك وركز معايا كويس جدا، واللي ينطبق عليك من قراءتنا تنزل وتقولولي في الكومنتات. باذن الله هيكون في اخبار ساره وانطلاقات حلوة وأحداث جميلة. أنا بصور بالكاميرا الأمامية، فالصورة بتدي معاك العكس، يعني التصوير هيدي معاك العكس، كأني ماسكة المصحف غلط. ركز بقى الفترة دي علشان خاطر في أحداث مهمة هنتكلم فيها مع بعض، مع توقعات حديثة، وبإذن الله هتكون كلها طاقات بفضل ربنا. التركيز واللي ينطبق عليك قولهولي في الكومنتات. مريم، لو عزباء اللي بتتفرج عليا فهي عندها جواز، ولو متجوزين فانتوا عندكم مولود جديد ان شاء الله باذن الله، ولو منفصلين ممكن يكون عندكم لم شمل بفضل ربنا. بسم الله. الفترة دي انتوا عندكم شوية كركبة في القلب، وفي موضوع خايفين منه، في شوية كلام، شوية مواضيع، شوية حاجات، بس برضو في حاجة انتوا خايفين منها. الفترة دي فترة تغيير عندكم، فترة راحة، فترة ان انتوا تسعوا من اجل نفسكم عشان خاطر عمالين تفكروا. الفترة دي كمان في شغل عندكم حلو، او هيكون عندكم طاقة جديدة. انتوا خايفين من حاجة معينة، وفي نفس الوقت في عقبة موجودة قدامكم. العقبة دي مخلياكم مخنوقين، نخليكم مش عارفين تاخدوا اي قرار ولا تعملوا اي حاجة في حياتكم. عندكم بشرة، بشرة خير، بشرة الخير دي هتنجيكم من حاجات كتيرة جدا باذن الله. والعقبة اللي موجودة دي فترة وهتروح من عندكم. في ناس بتتكلم عليكم اكتر من مرة، يعني عمالين يجيبوا في سيرتكم، عمالين يتكلموا عليكم في اذى، وده طبعا انتوا مش عايزين المواضيع دي. قررتوا ان انتوا لا، انتوا محدش يتكلم علينا، وعملتوا مواجهات مع الناس دي. في بشرة حمل باذن الله الفترة اللي جاية، وفي دعاء ربنا هيستجابوا ليكم، وان شاء الله باذن الله هتكون الامور برضو من صالحكم. انتوا اليومين دول انت عندكم حاجة عايزين تعملوها في جسمكم، عايزين تعملوا تكشفوا في حاجة في جسمكم وجعاكم، عايزين تعالجوها بأي طريقة الفترة دي. فانتوا عمالين تجتهدوا، عمالين تسعوا من اجل ان انتوا تحققوا نجاحكم في اللي انتوا فيها حاليا. فعشان كده اقدر اقول لكم ان انتوا هيكون عندكم مرحلة جديدة وعندكم بداية جديدة الفترة اللي جاية بإذن الله، فما تقلقوش خالص. في شجرة، الشجرة دي او في معاملة بينكم وبين الناس، الشجرة دي هتطرح عليكم خير ان شاء الله بإذن الله. في مواضيع عندكم عالقة، في كذا حاجة واقفين مش عارفين تعدوها. الفترة دي ممكن يكون عندكم صوم، ناويين على تصوم او عايزين تصوموا. في حد توفى عندكم وزعلتوا عليه قوي، حسيتوا ان هو من بعد ما توفى كسركم. عندكم مشاكل مع اب او ام، وفي نفس الوقت الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتم منتظرين بشرة، منتظرين حاجة معينة. عندكم الفترة دي كمان وصية، حد بيوصيكم بحاجة معينة برضو. ناويين على هجرة، ناويين تطلعوا، ناويين تغيروا، في حاجات كتيرة جدا عايزين تعملوها الفترة دي. بسم الله كمان عليكم. انتوا كمان دي من اكتر الفترات اللي انتوا هيكون عندكم استقرار نفسي او جسدي، او هيكون في استقرار في مواضيع كتيرة عندكم في حياتكم. ليه؟ عشان خلاص قررتوا ان انتوا تطلعوا. فالفترة دي هتطلعوا من التشتت وهتطلعوا من التفكير. ممكن كمان يكون عندكم الفترة دي برضو سفر، عندكم الفترة دي حاجة جديدة هتعملوها وهتاخدوا القرار الصح، فخلوا بالكم عشان خاطر انتوا بهتحضروا فرحة حلوة عندكم. ممكن يكون خطوبة عندكم انتوا، خطوبة في ارض بيتكم، خطوبة لحد جيرانكم انتوا بتعزوه، ففي خطوبة حلوة او جواز حلو انتوا هتفرحوا قوي من اجل الموضوع ده.
في كمان هنا حد تعبان عندكم، الحد اللي تعبان ده ممكن ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه. انتوا خايفين، خايفين قوي على الشخص ده، خايفين يتعب، خايفين يجرى له حاجه، فانتوا متفائلين حاجه سلبيه من ناحيه الشخص ده. ابعدوا عن الاكتئاب، ابعدوا عن الكلام السلبي، ارموا ورا ظهركم. انتوا في ناس كتيره جدا طمعانه فيكم، في ناس عماله تهمر يعني تنهي وتهمر فيكم، ودي طبعا برضو انتوا ما بتحبوش كده، انتوا بتحبوا الصراحه، ما بتحبوش الكلام الكتير، ما بتحبوش النفاق. فان شاء الله باذن الله فتره معينه وهتطلعوا من الطاقه السلبيه اللي انتوا بتمروا بيها حاليا. عندكم علاقه مع حد، العلاقه دي تعباكم، العلاقة دي مخلياكم مخنوقين ومتضايقين لدرجة ان انتوا قررتوا ان انتوا تعملوا حاجات مختلفة، قررتوا ان انتوا تفعلوا اشياء مختلفة، قررتوا ان انتوا خلاص ما بقاش عندكم طاقة زي الاول، مش عايزين تتعاملوا مع الناس دي، مش عايزين يبقى في بينكم ود مع الناس دي، عشان حاسين ان انتوا في شوية عكس، او حاسين انه في حاجات مهما عمالين تعملوا فيها مش كاملة، او مش ناويين تتخلصوا من الطاقات اللي انتوا فيها دي. الفترة دي كمان من اكتر الفترات ليكم اللي انتوا ممكن تكونوا عايزين تغيروا عتبة، عايزين تغيروا مكان معين في بيتكم، تغيروا حاجة معينة برضو، او تغيروا تطلعوا انتوا من المكان ده، مستنيين فلوس تجيلكم. الفلوس دي لو جاتلكم انتوا من خلالها هتعملوا حاجات كتيرة جدا طال انتظارها، او هتعملوا كذا حاجة انتوا برضو شغالين عليها. في هنا كمان واحدة ست شرانية، الست دي مقربة ليكم، الست دي عيونها وحشة عليكم، حط عينها على كل حاجة في حياتكم، بتحسدكم على اي حاجة، فما تقلقوش خالص، علشان انتوا الفترة اللي جاية دي ان شاء الله باذن الله هيكون عندكم نصرة، وهتنصروا هتنتصروا على ناس يعني معينة في حياتكم، ومن بعد النصرة دي هتحطوا يعني هتبقوا كده حاجة مختلفة، هتفرحوا قوي باللي انتوا هتعملوه بنفسكم. انتوا الفترة دي من اكتر الفترات برضو اللي مش مستنيين حاجة من حد، عايزين تعملوا كل حاجة بنفسكم، يعني مش مستنيين اي حاجة خالص من حد، ولا مساعدة ولا اي حاجة. في لم شمل عندكم مع اشخاص بتحبوهم، او مع اشخاص ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في كلام حلو كده. انتوا عندكم زواج الفتره دي، وعندكم كمان طاقه حلوه، الطاقه الحلوه دي من ناس مقربه ليكم، وان شاء الله باذن الله كمان ممكن يكون في رجوع ليكم برضو. انتوا الفتره دي من اكتر الفترات اللي انتوا لازم تحصنوا نفسكم، وما تستعجلوش خالص في اي قرار، انتوا ما تعرفوش الخير فين، الخير ربنا ممكن يكتبه لكم في الوقت المناسب، فما تحسوش باللخبطه. الفتره اللي جايه دي كمان هيكون في رساله ليكم، الرساله دي هتكون قويه، هتفرحوا قوي ان شاء الله باذن الله. كمان عندكم هنا الفتره دي كمان جرح جوه قلبكم بسبب كلام، عندكم لقاء مع حد انتوا بتحبوه، او لقاء مع حد في حياتكم الفترة دي، فان شاء الله باذن الله كمان هيكون في استقرار نفسي او استقرار جسدي. في شخص هنا متعمد ان هو يشيلك حمل الدنيا كلها فوق كتفك، في شخص متعمد ان هو يكسر نفسك على كل حاجة، ما تسمعوش كلام حد، انتوا ما تعرفوش الخير فين، ارموا ورا ظهركم وما تستنوش اي حاجة من حد خالص. في ناس كتيرة جدا عايزة تأذيكم، في ناس كتيرة جدا عايزة تكسر بخاطركم، فلو انتوا فضلتوا اديتوا يعني فضلتوا انه انتوا تستنوا الحاجة دي من الحد دي، انتوا هتحسوا بألم بشكل كبير. انتوا الفترة دي كمان عندكم فترة صمت، عايزين تسكتوا، مش عايزين تتكلموا، مش عايزين تعملوا اي حاجة في حياتكم. ليه؟ حاسين باللخبطة، حاسين بامور فيها عراقيل، فقررتوا ان انتوا تنسحبوا، او قررتوا ان انتوا تنفصلوا. في شخص عندك دايما بيحاول ان هو يتعامل يعني يقول مصلحتي اهم من مصلحتك، نفسي اهم من نفسك، رغم ان انت كنت دايما بتفضله، دايما كنت بتفضله عنك، دايما كنت بتحبه عنك، يعني دايما كان كده بيبقى فيه امور معاكسة عندكم.
الفترة دي كمان بتكرروا بقدر المستطاع ان انتوا يكون عندكم استقرار، بتفكروا بقدر المستطاع يكون عندك طاقات مختلفة عن حياتك، فما تقلقوش خالص، هدوا اعصابكم وما تسمعوش كلام حد، ما تخلوش اي حد يسيطر عليكم لو انتوا حاسين ان انتوا مش مرتاحين. الحاجة اللي مش مرتاحين فيها ما تعملوهاش، ما تكملوهاش، ابعدوا. عندكم عمل حلو هتفعلوه بنفسكم وهتاخدوا فيه قرار. انتوا دايما لسانكم ما بيطلعش غير الكلمة اللي بتكون عارف هي رايحة فين وجاية منين، ما بتحبش الكلام الكتير. ودايما اقول لك برضو اكتب، مهما تكون ما بتحبش الكلام الكتير ما تبينش انت في ايدك ايه، عليك ندر، حاول توفي بيه، الندر مازال لسه موجود بينك وما بين الاهل، في مواضيع بتتفتح وفي كلام كتير بيتقال، لدرجة ان انتوا قلتوا خلاص احنا نفسنا تسدد من حاجات كتيرة جدا. الفترة دي كمان حال ان انتوا تاخدوا الاختيار الصح، حال انه انتوا تشوفوا ايه اللي ممكن تعملوه، فممكن يكون ايه يعني، حال ان انتوا تاخدوا القرار في كل المواضيع اللي بالكم مشغول بيها. انتوا الفترة دي منتظرين عدالة في حياتكم، منتظرين حاجة معينة برضو في حياتكم، فبإذن الله هيكون في طاقات سلبية، طاقات إيجابية، وهتبعدوا الطاقات السلبية عندكم. انتوا طال انتظاركم، روحانياتكم دايما عالية ودايما متألقة ومتفوقة، داخلين في مشروع، المشروع ده ممكن يكون خير، ممكن يكون طريق لبداية جديدة لحياتك، او هيجي لك من اجل الطريق ده تعويض حلو. حان وقت ان انت تسعى، حان وقت ان انت ما تصدقش اي حد والشخص اللي افترى عليك في يوم من الايام فترة، وان شاء الله باذن الله ربنا هيجيب لكم حقكم عاجل ان شاء الله. انتوا بس الفترة دي اللي حاسين باللخبطة في المواضيع اللي حواليكم، فابعدوا عن اي حاجة وان شاء الله باذن الله هتعجلوا في استقرار النفس، عشان انتوا عايزين اي حاجة تطبطب عليكم. فان شاء الله باذن الله كمان هيكون في باب رزق حلو، او هيكون باب سفر ليكم، وان شاء الله كمان هيبقى في تعارف على ناس جديدة، تعارف على حد جديد ان شاء الله باذن الله. فما تقلقوش خالص خالص، بلاش القلق، انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه بعديكم. انتوا بقالكم كام سنة او بقالكم فترة معينة حاسين باللخبطة، حاسين انه انتوا مش مرتاحين، فقررتوا ان انتوا لازم تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، علشان بتقولوا احنا تعبنا او اتظلمنا. بقالكم اكتر من سنة تعبانين، بقالكم اكتر من سنة كارهين الحياة بشكل كبير، عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده بكل الطرق في حياتكم. في كمان شوية كلام مضايقكم الفترة دي، حد بيقول لكم كلام يحرق دمكم، حد بيقول لكم كلام يضايقكم، انتوا في كام حاجة عندكم واقفة، يعني كل ما تمشوا في اي حاجة تلاقوها وقفت، كل ما تكونوا ناويين الحاجات بتقف، مفيش حاجة بتكمل عندكم. في حد دايما بتحس ان هو بيتصنع يعمل حاجات، يعني بيتصنع يعملها علشان يرضيكم، وانتوا من روحانياتكم عالية بتكونوا عارفين ومتأكدين انه الشخص ده بيتصنع ان هو يعمل الحاجة دي. عندكم سر، السر ده ان شاء الله بإذن الله ربنا هي يعني السر المخفي عليك وانت مازال مش عارفه، الفترة دي هتعرفه وهتمسك طريق الخيط، هتمسك الطريق كده وهتاخد القرار الحاسم برضو ليك انت. ما تقلقش خالص، انتوا هيكون عندكم انتصار حلو. انتوا الفترة دي كمان عندك حاجة بس حاصلة في حياتك موقفة، حاجة واقفة حاليا ومش عارف تطلع منها، هي في حاجة انت حيران فيها الفترة دي، او في موضوع شاغل بالك مضايقك مخانقك، يعني رغم ان عندك شوية محاولات بس في شوية حاجات مخلينك حاسين بحيرة، حاسينك بلخبطة وساكت ومش عارف تتعامل ولا عارف تتكلم. ان شاء الله كمان الفترة اللي جاية هيكون عندك طاقة حلوة، وهتطلع من التحدي اللي انت فيه، وهيبقى عندك تقوية بحياتك بفضل ربنا، فما تقلقش خالص، انت هيبقى عندك اشياء كتيرة هتحققها الفترة اللي جاية، وهتطلع على طريق الخير بإذن الله. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، ويارب تكون استخارة عجبتك، وهنزل لك استخارات كتيرة جدا الفترة اللي جاية.
أتمنى لك كل حاجة جميلة. تحياتي ليك، وإن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة خير ليك.